بالعلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. كيف حالنا نحن عندما نكون حول مائدة الإفطار ونحن ننتظر أذان المغرب؟ ربما انشغل كثيرون منا بإعداد السفرة، وربما ارتفع الصوت وهات الطعام ورد الطعام، بينما هي لحظات يسيرة كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يغتنمونها اغتناما قويا في الدعاء، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيا أيها الكرام، أعظموا الرغبة واستغلوا فترة الإفطار بالدعاء لكم ولوالديكم ولإخوانكم المسلمين، فإنها لحظات عظيمة جدا يكون الإنسان فيها رقيقا قريبا من الله، مقبلا على فريضة من فرائض الله. تقبل الله منا ومنكم. تواصل أن تتميز بالتغطية.